بسم الله. احد الاخوه كان بعت ملف يعني عنده مشكله ان هو مش شايف العنصر خالص. تمام، احنا متعودين مثلا ممكن يكون في عنصر مختفي هنا مثلا، ف اول حاجه بتفكر فيها الفي في، ممكن يكون العناصر مختفيه. تمام، بس الفي في بتبقى في فيو واحد. تمام، لما نبص هنا ممكن تكون العناصر دي كلها مخفيه، فعشان كده انت مش شايف. الحاجه التانيه ممكن تفكر فيها الفلتر. تمام، ان الفلتر هنا في فلتر موجود مخفي العناصر. تمام، بس سواء ده او ده بيبقى في الفيو ده بس، مش في كل حاجه. فلما تروح في 3 دي هتشوف العناصر. الحاجه اللي ممكن تفكر فيها برضو ان ممكن يكون حد عامل كروب فيو، فانت الجزء اللي فيه شغل مش ظاهر معاك. تمام، ممكن تقول له ظهر لي حدود الكروب فيو. تمام، فممكن يكون الشغل موجود هنا وانت فاتح ديت فانت مش شايف، بس ده برضو خاص بفيو واحد. تمام، الحاجة اللي بعد كده ممكن حد يكون عامل سيلكت وخافي العناصر من هنا. تمام، اللي ممكن بعد كده يكون ان في حد عامل ديزاين اوبشن، عامل كذا ديزاين وخافي حاجة وظهر حاجة وجاي هنا في البروبرتس مثلا. ممكن تيجي هنا في الفيسنج تكون انت عامل اكتر من فيس وتقول له انا عايز بس اشوف ايه نان، او عايز اشوف الكومبليت. تمام، وكل الشغل موجود مش كومبليت فما ظهرش معاك حاجة. تمام، بس كل اللي احنا بنتكلم ده في فيو واحد. لما بتحصل في كله مرة واحدة انا تلقائيا بفكر في كولبريت ورك سيت. بدخل هنا بتلاقي ان اوبننج معمولة بنان، كل الورك سيت معمولة بنان، فعشان كده الشغل مش ظاهر. تمام، فخلينا نروح كده للثري دي. الشغل هقول ورك سيت واعلم على دول كده واقول له ايه اوبن وقول له اوكي، شغل ظهر اهو. تمام، فما دام كله في كل الوقت اول حاجه تفكر فيها دي. طيب هنا ممكن برضو المشاكل اللي تظهر ان يكون حد عامل سيكشن بوكس. تمام، والسيكشن بوكس موجود في مكان تاني. تمام، بس ده برضو بيأثر في فيو واحد، فهتدخل في الادوار هتلاقي الشغل موجود.